الحبيب الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما تحب وترضى وتصلي عليه ثلاثا وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك يا حبيب الله اللهم افتح لنا من خير وجعل عواقب أمورنا بالخير وتمم أعمالنا بالخير إنك على كل شيء قدير آمين. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم احفظنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم احفظنا من أمراض الدنيا وعذاب الآخرة اللهم احفظنا من سوء العقيدة اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يسترها من رب العالمين إلهي تبت من كل المعاصي بإخلاص رجاء للخلاص يا غياث المستغيثين بفضلك يوم يؤخذ بالنباس وإلى فضلك على بنا نوازا كار سعد موضع تعالى بيهدي بفاق البدر مصطفى محمد المصطفى فايزي تخليق قائنا صلى الله تعالى عليه وسلم